الملفات كثيرة والملفات شائكة. إلى هذه اللحظة لدينا ملفات وما أوردتها إلى اللجنة من ملفات هي قرابة حمل سيارة بيكب. كلها ملفات؟ نعم ملفات وكلها بها مخالفات. أنا مسؤول عن كلامي. كل هذه الملفات بها مخالفات وما صدر من الإدارة الحالية لموانئ العراق أي كتاب وأي وثيقة ما صدرت إلا أن تكون بها مخالفة أو بها فساد أو تؤسس لفساد. هاي 3 تريليون و175 من ما منطي من عندهن لوزارة المالية، لأن ما عنده من عندهن شيء، كلهن نطهن لشركات تشغيل مشترك اللي هن كلهن خلفيات سياسية وجهات حزبية. أوف. هي هذه الكوارث. يعني هاي الواردات اللي اجت للموانئ كلها اعطيت للاشخاص لاشخاص وجهات حزبيه متنفذه هي اللي تدير. كم تريليون؟ الواردات مال 4 سنين الماضيه اللي تولى بيهن اللي تولى بيهن فرحان الفرطوسي 3 تريليون و175 و559 كلهن مهنة. كلهن مهنة. كل ولا درهم وصل من عندهن لوزاره الماليه ولا رايح يجي من عندهن شيء. عجيب. ولا عنده حسابات ختاميه نهائيا ولا مصادق حساباته ابد نهائي ولا راح يصادق، وينتظرون بس الدوره النيابيه الخامسه ان تنحل وتنحل هاي اللجنه خاطر ما حد يجي يكشف هاي اوراقه.